من أجل عودة شركة سمير لنشاطها الطبيعي في إسكان البترول ضدا على أعضاء الوطن وضدا على اللوبيات المتحكمة في السوق الوطنية. احنا منظمة نقابية، مهمتنا المركزية هي الدفاع على الحقوق ديال الأجراء اللي كان نمثلهم، ولكن بحكم الانتماء ديالنا لهذا البلاد اللي سميتو المغرب زادت علينا مسؤولية أخرى، هو أننا ندافعوا لهذا الملف ديال القضية ديال الشركة ديال سمير لما نعلم جيدا من ارتباطه ديالو بالاقتصاد المغربي وبالمعيش اليومي ديال المواطنين. إذن هنا متوقعين احنا مع جوج ديال المسؤوليات، ولذلك لا قبل الخوصصة لا من بعد الخوصصة كما قلت في الكلمة، ولا من بعد ولا قبل النطق بالتصفية ولا من بعد النطق بالتصفية، حنا داخلين في برنامج ديال النضالات متواصل. كنا وقفنا هذه واحد جوج ديال الاسابيع في تجمع احتجاجي هنايا، اليوم درنا هذه المسيره اللي كتشوفوها، والشعار ديالنا حنا مركز واضح بكل الوضوح. اولا حنا كنقولوا هذه المقاوله خصها ترجع نظرا لما للمغربي من حاجيات والمزايا بالنسبه ليه، ويساهم تخفيف الوطء بالنسبه للمغاربه ديال هذا الغلاء اللي كاين حاليا بالنسبه للمحروقات. ومن جهه اخرى كنثيروا الانتباه على المحافظه على الثروه البشريه كيمثلوها العمال والتقنيين والاطر ديال الشركه ديال الاسامير، لانه الا مشاو لنا هادو يمكن نقول لكم بانه المغرب ما بقاش يحلم بصناعه ديال التكرير ديال البترول. اذا هاد الناس هادو خصنا نتهلاو فيهم وخصنا نحافظوا عليهم، ليس لسواد عيونهم ولكن لانه يمتلكون خبره تعود الى قرن من الزمان قل نظيرها بالنسبه لا في افريقيا ولا في الدول العربيه من غير الدول المنتجه للبترول. اعتقد هذا الموضوع طرح على رئيس الحكومه في اكثر مره، سواء في جلسات الحوار الاجتماعي او في مراسلات مباشره وغير مباشره، ورئيس الحكومه كان يطلب بمزيد من التريط والصبر للبحث على حل. حنا اليوم كنقولوا بانه الوقت اصبح عاملا معاكسا لهذه الانتظارات هذو، لانه اليوم حنا نعيش ثلاثه الخسارات اللي كنعيشوها في هذا الموضوع ديال سمير. الخساره الاولى هو ان الاصول ديال الشركه ديال سمير تتناقص قيمتها من يوم لاخر، لان حنا دابا واقفين على برنامج ديال الصيانه وديال الاستصلاح عاجلا اللي خصو يدار. اذا خصنا نوقفوا هذا النزيف ديال الهضر ديال الاصول الماديه ديال الشركه وديال الهضر ديال الثروه البشريه. المستوى الثاني هو ان كنقولوا اليوم لو انه شركه سمير كانت خدامه بالسنه ديال 2022 كانت تحقق ربحا صافيا لا يقل عن مليار دولار، حوالي 11 مليار ديال الدرهم كارباح صافيه، وهذا غادي يساهم بشكل كبير بالنسبه للموازنه العامه ديال الدوله، وكذلك كما قلت بالنسبه للتخفيف ديال الاسعار بالنسبه للمواطنين. والمساله الثالثه هو انه هذه القضيه ديال سمير فهي تجر بعد معها كل الصناعات المرتبطة بهذا الفلك ديال الصناعة ديال البترول. إذا هنا كنقولوا بأنه إذا كان رئيس الحكومة هو رجل اللي جا من القطاع ديال البترول والغاز، وبأنه رجل اللي جا من العالم المال والأعمال، يفهم جيدا الموضوع ديال الشركة ديال سمير، وعليه أن يتحمل مسؤوليته. وما دون ذلك فيمكن أن نعتبر بأنه أخ النوش هو العثماني الذي سبقه، والعثماني هو بن كيران الذي سبقه، وفي يده توقفت الشركة ديال سمير، ورغم أنه المغاربة صوتوا بدلوا الحكومة، ولكن بقت السياسة هي بالنسبة لهذه المقاولة التي لا يمكن أن نقبل بأي شكل من إشكال أن يسمح فيها المغرب.